أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بكم النهاردة في فيديو جديد معي عن توقعات الأبراج. أنا مريم. توقعات الثلاث الموافق 26 سبتمبر، 26 أيلول، 26/9/2023. توقعات برج الحوت، هتبقى أكتر ميل أنك تهتم بمخاوف الأشخاص اللي حواليك وهتقدم دعمك ليهم. هتتأكد من أنك بتحصل على كتير من الفيتامينات. عندك شهر النهاردة في نشاط كبير جدا ليك، هتحتاج لكل الطاقة اللي ممكن تحصل عليها. مش هتتحمل شوية عادات خاصة ممكن تبقى بعد الآن. مش هتتعرض غريزتك بشكل كبير وهتغير اللي مفروض تغيره في يومك.